اللي يخليني افكر او النهارده انا هعمل عنوان اسمه ضربات الجزاء الوهميه. هو ده العنوان اللي انا هعمله النهارده، ضربات الجزاء الوهميه. انا حكايه وهميه، ازاي ادي الفريق المنافس ضربه جزاء وهميه برضه، كان انا لازم اعوض دي في دي، مش ان انا اخطات خطا يبقى المفروض ان انا ما اخطاش تاني. لا، انا حسبت ضربه جزاء وهميه يبقى انا برضه خليني اروح احسب للفريق المنافس ضربه جزاء وهميه. والنهارده يوم الضربات الجزاء الوهميه بالمناسبه، في مباراه حرس الحدود والجونه برضه ضربتين جزاء ماشي نقدر نتكلم فيهم، في ماتش الزمالك والاسماعيلي برضه ضربتي جزاء، يعني حاجه كده تضحك، يعني حاجه تضحك. انا مش عارف، هو من المفترض ان الحكم ده هو القاضي في الملعب، هو اللي من المفترض ان هو بيحسب اللي هو شايفه، بيحسب اللي هو شايفه، مش بيحسب وهم في الخيال او حاجه في دماغه وعايز يعملها. طب اخطات مره بتخطئ الثانيه، حاجه غريبه جدا. في المباراتين النهارده وانت قاعد بتتفرج، اول حاجه بتحط عليها علامه استفهام ضربات الجزاء الوهميه اللي اتحسبت النهارده في المباراتين. طيب وبعدين هنفضل كده لغايه امتى؟ وهنفضل نتكلم واحنا بنتكلم بمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام، هي ضربات جزاء وهميه؟ انا بستعير الكلمه دي من كل المحللين، انا قعدت سمعت كل المحللين اللي بيتكلموا على ضربات الجزاء النهارده، فقلت لا انا هعمل فقره اسمها فقره ضربات الجزاء الوهميه. ان انت لما تبقى حسبت ضربه جزاء خاطئه من وجهه نظر الكل، انا ما اعرفش الحكم، وانا الحكام بالنسبه لي انا عارف ان هو ما بيبقاش قاصد ان هو يحسب، طبعا انا ده بالنسبه لي هو الاساس، انا متاكد ان هو بيخطئ فقط، ما عنديش اي حسابات اخرى، يعني احنا مش حد تاني، احنا ما عندناش اي حسابات اخرى، ولكن اخطا في حسابه في ان هو يحسب ضرب الجزاء، فازاي بقى؟ لا ما ينفعش، لازم اعمل واحده تانية، لازم اعوضها، ما ينف... بدون قصد برضو طبعا، بدون قصد ان انا اعالج الخطا بخطا اكبر منه. هي دي المشكله، هي دي المشكلة، على حساب مين وليه؟ المفترض ان حكم المباراة، اي حكم في العالم هو قاضي المباراة دي، هو اللي بيحكم بالعدل ما بين الفريقين المتنافسين. لكن ان ضربات جزاء النهاردة تقعد تضحك وانت قاعد بتتفرج في المباراتين، حرس الحدود والجونة والزمالك والاسماعيلي، حاجة كده من عارفين بقى بتفكرنا بأيام زمان قوي في أوروبا، لما كان الحكم يقوم جاي حاسب ضربه جزاء هنا ويقوم جاي لك ايه، طيب احسب ضربه جزاء هنا عشان تظبط الدنيا. فالحقيقه حاجات غريبه جدا الواحد بيشوفها، وانا مش عارف لامتى الانديه هتفضل تدفع ثمن اخطاء الحكام. انا بتكلم على الانديه كلها، ها الانديه كلها.